بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. أول فقرتنا الحوارية النهاردة مع الناقد المتميز ورئيس القسم الرياضي ومدير التحرير بجريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. هنتكلم فيه أكيد على الإنجاز التاريخي النهاردة أهلي الأقصر وقد إيه أهمية هذا النادي في طبعا في الصعيد. كمان هنتكلم أكيد على مشوار النادي الأهلي على المستوى الأفريقي بعد تجاوز نادي الإسماعيلي والفوز 2-0 وملفات أخرى عديدة. بنرحب بيك يا أستاذ محمود معنا في البيت الكبير. أهلا بيك. نورنا. النهاردة كان في حاجة يعني كان في حدث تاريخي، وهاخد من كلمة الكابتن محمود الخطيب أن على كل أهلاوي أن يفتخر بناديه. والنهاردة أهل الأقصر أو أهل طيبة أو أهل الصعيد ما هو إلا إنجاز جديد بيضاف لإنجازات أولا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، قلعة جديدة تضاف لقلوع النادي الأهلي، كمان على المستوى الخدمي بالنسبة للنادي الأهلي كمؤسسة مش بس رياضية، كمان على مستوى الخدمة الاجتماعية. بالظبط. فحضرتك شفت الافتتاح ده ازاي ومدى عمق كمان الشراكة الجيدة جدا جدا مع شركة السادات؟ عاوز اقول لحضرتك حاجة، لو قعد النادي الأهلي والمسؤولين عشان يخططوا انه يبدأوا بإنشاء فرع من عاصمة مصر التاريخية طيبة، اعتقد ما كانش يوصل بالمرحلة اللي احنا وصلنا لها. عندما اتفق التاريخ مع بعض صحيح يعني صحيح. يعني الأقصر من 3200 سنة قبل الميلاد، والأهلي في تاريخه وعرقته الممتد على العصر الحديث تاريخ كبير جدا ممتد، فينطلق من الأقصر ده دليل تحمل فطياتها كثير من المعاني. أولا إنجاز وفكرة إنك تبقى موجود في كل محافظات مصر، ده يدل على الشعبية الكبيرة وإنك أنت عاوز تقرب أكتر من الناس اللي بيحبوك وإنك أنت بتروح لهم. كمان بتفتح مجال واسع جدا ارتباط الجماهير والنادي وعندك عضويات في كل مكان وخطوه مهمه جدا. اعتقد دايما كان المسؤولين في الاهلي بيتكلموا انه لازم هذا الحب وهذا الحب الكبير لدى الجماهير على كافه الاصعده توجب انك تبقى موجود في كل مكان، انك تروح بفرقتك تلعب هناك، تقرب من الناس وتشوف وبتدي العلاقات تخليها يبقى فيها ارتباط، انك انت تتفاعل بالصوره الواضحه. فتبدأ من الأقصر عاصمة الصعيد، والصعيد بالنسبة للأهلي من معقل جماهيره التاريخية المعروفة، وعلى الرغم أنه صعيد يعني المواهب اللي طلعت منه في الكورة يعني مش بالصورة الكبيرة، لكن أعتقد في السنوات القادمة والمقبلة وجود الأهلي في الأقصر وفي قنا وفي سوهاج وفي أسوان ويعني وخرج من الصعيد نجوم كبار يعني كل هذه فتره طبعا يعني نجوم على مستوى كمان الرياضه على مستوى الكوره على مستوى الثقافه. يعني بقول لحضرتك كل الكلام ده بيزيد انه امور ما فيش نادي لو جينا مثلا عالميا انك انت تفكر في الانديه الكبيره جدا ان هي متواجده في كل الاماكن مش موجود. يعني الخطوه فيها جوانب كتيره جدا غير الجانب الرياضي، في جانب اجتماعي، في جانب ثقافي، في جانب فكري، في خطوة مهمة جدا في حضور رئيسنا الأهلي معالي وزير الشباب والرياضة، شركة السادات متمثلة في المهندس سيف الوزير. كل هذه الأمور دي خطوات مهمة جدا كمان تبدأ من عبق التاريخ العظيم تاريخ مصر الحاضر. الأقصر أو طيبة زي ما كانت تسمى العاصمة، كانت عاصمة سياسية وعاصمة دينية صحيح. وعاصمة الإمبراطورية القديمة والجديدة، يعني أنت جاي بادئ من التاريخ كله، فأعتقد أنه خطوة مهمة جدا مشروع هادف على بداية يعني عاوز أقول لك إيه اتساع رقعة محب الأهلي في كل مكان على مستوى الجمهورية الكبيرة. صحيح. ويمكن وحضرتك بتتكلم كان في صوره للاستاذ او المهندس سيف الوزيري طبعا رئيس مجلس اداره شركه السادات والعضو المنتدب، والشراكه الرائعه اللي يمكن كابتن محمود الخطيب كمان اشاد بيها بدايه من طبعا ملعب الاهلي والسلام، بنتكلم على تطوير قناه النادي الاهلي، كمان مشروع احنا بنتكلم دي خطوه اولى ان وجود اهلي الاقصر دي خطوه اولى بالتضامن مع هذه الشركه الوطنيه العظيمه اللي اعتقد
فيها اتجاهات حتى على مستوى حكومتنا، على مستوى طبعا القيادة السياسية، طبعًا ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان احنا نروح لاهلنا في الصعيد، ان احنا نروح في كل محافظات مصر، وده بيقرب كمان على المستوى الاجتماعي في اماكن الناس تستمتع بيها على المستوى الاجتماعي. على المستوى الرياضي زي ما حضرتك قلت بتبقى يعني نقط مضيئة إن شاء الله لكمان ظهور عناصر رياضية مش في كرة القدم بس، في جميع اللعبات وجميع وعلى فكرة المواهب موجودة عندنا. كابتن أنت مطالب مش التركيز على كرة القدم فقط، صحيح أنت مطالب. إحنا لما ظهرنا بالصورة على الصعيد الأولمبي ظهرنا من خلال الأندية الشعبية، يعني أغلب الميداليات كانت من أندية الإسكندرية، أندية واضحة وتاريخها كبير، أمثال على رأسها النادي الأولمبي. أندية طبعًا شعبية كانت عندها فرصة إنها بتدي للألعاب الأخرى. انت مطالب بالاهتمام في هذه الخطوه انك تضع سياسه كالنادي الاهلي مع شركه استداد المسؤوله ان يبقى خطوه التنقيب والبحث عن مواهب الجنوب، عن مواهب واظهارها وتلميحها وتقديمها، ده دور مهم جدا. وفخامه السيد الرئيس لما انت تشاهد المشهد كده وتبص عليه تجد فيه اهتمام كبير جدا بالشباب وبالرياضه، وكمان لابد من المؤسسات الفاعلة في الدولة أن تأخذ خطواتها الحقيقية وتقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الوطن من خلال تنمية الانتماء لهذا البلد وتقديم طبعاً أفضل ما لديه. فأعتقد أنه من خلال هذه الخطوات تستطيع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي وهو سباق وصاحب خطوات مهمة جدا في على صعيد الرياضة المصرية أن يقدم أيضا وجه جديد بالنسبة له. ما هو الوجه؟ إذا كان الأهلي هو رقم واحد في كرة القدم على الصعيد الأفريقي والمحلي مثلا، فلا بد أن يكون له خطوة إيجابية في الاهتمام بالألعاب الأخرى، اللي هي الألعاب الجماعية برضو، الباسكت والسلة والطائرة، بخلال الألعاب الفردية تستطيع أن تقدم نموذج آخر تتميز به في خلال الأماكن اللي هي في الصعيد وفي الوجه البحري. وأعتقد أنه دي خطوة يعني الأولى على طريق يعني إحداث نهضة كبيرة جدا بمشاركة الأندية ومؤسسات الأندية وأيضا مع الدولة. خطوة مهمة، أعتقد تجربة هيبان أثرها مش النهاردة، هيبان أثرها قدام، لكن يتبعها مشروع كبير يا أستاذ محمود. ما أنا بقول لحضرتك أهو يتبعها إنك أنت تهتم تبحث تنقب، هتلقى كثير من مش من مواهب، هتلقى كثير من مواهب الكورة. وده على فكرة طبعًا. أنا بقول لحضرتك كمان إن يعني بجانب الدور الرياضي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي على مستوى الدور الاجتماعي بيقوم بيه باكتر بجهد اكتر من رائع بالشراكه طبعا مع استداد. استداد كمان بتقوم بدور اللي حضرتك بتتكلم عليه ان في فروع كتير ان شاء الله بالنسبه، وده اللي اتكلم عليه الدكتور اشرف صبحي، اتجاهات الدوله ايه؟ ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان شركه استداد اي استاد محتاج، وعندنا استادات في فروع مصر كلها او في محافظات مصر كلها هتلاقي تجديدات وهتلاقي نجوم ان شاء الله يعني بينقوا كمان المواهب في كل الالعاب مش في كره القدم بس. وده ده حضرتك ده حاصل دلوقتي يعني. هنا بقى يتم وضع السيستم الواضح من الهدف، انك انت بتبقى عندك ناس متخصصين بيعمل لك دراسات انت بتقدمها. صحيح. ايه الاماكن اللي انا اقدر اكتشف فيها نجوم في العاب القوى، نجوم في الهاندبول، نجوم في مناطق، نجوم في الفولي، في مناطق في العاب القوى مختلفه، في رفع الاثقال انت بتدي فرصه هنا وبتدي حوافز انك انت يعني ايه تبحث. وهذه المناطق حرمت كثيرا وجاء الوقت ليمنح ابنائها يعني طوق النجاه والحياه لخطوه مهمه جدا. بس هنا بقى ايه؟ عليك الا تثقل عليهم، لانه لديهم الطموح انك انت تاخد بايدهم تديهم الفرصه وتديهم المساحه انك انت هم يشاركوا ويقضوا بالرياضه وتفتش، وعندك مجموعه من المدربين المميزين لابد اختيارهم بعنايه. عندما تبدا الخطوه الاولى كابتن هاني سيتبعها خطوات نجحت، الخطوه الاولى سيتبعها خطوات ناجحه. الشكل والامل كبير جدا، الهدف عظيم، اعتقد انه انا بقولها لك اهو خطوات مهمه جدا، ودي لها اثر في ضرب كل معاقل اي نوع من خروج عن الصف، اي نوع من الخروج عن ناحيه اتجاه التطرف. عندما يجد النشأ الرياضه والرياضه والهدف انه عنده هدف ستجده يتجه الى هذه الفرصه. اعتقد فرصه مهمه جدا، يتبعها ايضا الاهتمام بالفكر والثقافه ايضا من الندوات، من تنظيم، يعني عاوز اقول لك تستطيع ان تؤتي بحاله مهمه جدا في الوقت الحالي.
الدولة فيها عمل كبير بيتم على الصعيد بدءا من السيد رئيس الدولة، بدءا بكل المؤسسات. أعتقد أنه دي خطوة، وعندما تأتي من الأقصر فعليك أن تتفائل لأنها طيبة الخير. صحيح، كلنا متفائلين أن دي خطوة أولى إن شاء الله، وبإذن الله زي ما حضرتك قلت انطلاقة، وده اتجاه الحكومة، اتجاه طبعا القادة السياسية، ان احنا زي ما بنقول نروح كمان الاهتمام بالرياضة مهم جدا جدا، لكمان زي ما بنقول ظهور كوادر وظهور مواهب، وده هياخدنا في سكة تانية خالص كلها سكة إيجابية. فإن شاء الله كل التوفيق، وبقول دايما النادي الأهلي في حتة تانية دايما. يعني بيتسأل السؤال هو اشمعنى النادي الأهلي؟ عشان النادي الأهلي يعني مؤسسة كبيرة جدا، النادي الأهلي رقم واحد في كل حاجة، فعشان كده حتى الشركات العالمية وشركة استادات الوطنية ما لقيتش أفضل من النادي الأهلي إنها تكون في شراكة ما بينهم، وده زي ما بنقول ده شيء إيجابي جدا جدا ولصالح مصر كلها. احنا بنتكلم لصالح الوطن يعني. يومين يا كابتن هاني، نتيجة تعامل الناس بتتكلم مشروع طويل تتالي صنعت هذا الكيان الكبير. وعاوز اشكره بصراحه يعني وزير الرياضه، يعني هذا الرجل لا يهدى ولا يكل ولا يمل، دكتور اشرف، انا مشفق عليه انه يتحرك دوما تجده في كل الاماكن. صحيح، وعمل حاله، ويعني بيجتهد في تقديم انه الوزاره بتقوم بعمل كبير جدا. طبعا مش كل حاجه بتبقى كامله، لكن كل حاجه ما دام فيها اخلاص والسعي لهذا الوطن فواضح النتيجه والمشهد لازم نبص عليه. ما نبصش يعني ايه، ما يبقاش الهدف انك تبص على السلبيات بقدر انك انت شايف حاله ايجابيه، ودي خطوه، وعندما يتم تنميه الايجابيات والتركيز عليها بتزول وقتها السلبيات مهما كانت، لانه السلبيات ستصغر مهما كانت، لانه كل يسعى ولديه طموح الا توجد هذه السلبيات. فالراجل بامانه شديده عنده عمل كبير، يتحمل ضغوطات كبيره، اتمنى له التوفيق. النادي الاهلي، بقول للكابتن محمود خطيب، النادي الاهلي يخطو خطوه كبيره جدا ومهمه جدا، سيظهر اثرها في السنوات، ليس الان، سيظهر اثرها في السنوات القادمه. على الاهلي ان يقوم بدوره في المجتمع، ان يقدم النسخه الجديده من الاهلي 2021 اللي هي ليست كره القدم فقط، هناك العاب اخرى مع كره القدم يتم التنقيب عن المواهب، سيعلو الاسم ويزداد. اتمنى التوفيق ان شاء الله لهذه التجربه، وبشكر سيف الوزيري ومحمد مرجان على العمل الكبير اللي عملوه، واتمنى التوفيق. اكيد طبعا كل الشكر للقائمين على هذا المشروع الضخم، وزي ما بقول لحضرتك دي خطوه، وان شاء الله في خطوات نجاح جايه باذن الله. وانا كمان بنشكر الدكتور اشرف صبحي على المجهودات الكبيره اللي بيقوم بيها، وخاصة كمان الدعم اللي الأندية الشعبية اتكلم عليها بصفة خاصة النهاردة، ان الأندية الشعبية لازم نهتم بيها بشكل اكتر من رائع. فبداية طيبة ان شاء الله، وباذن الله متفائلين ان القادم بالظبط القادم ان شاء الله يكون افضل. الطموح الاكبر بالنسبة للأهلي اعتقد المرحلة اللي جاية بعد الخطوة دي انه يبقى التفكير في بناء الملعب الخاص بالنادي الأهلي. الأهلي ده الحلم الكبير، طبعا الحلم الكبير لجماهير الأهلي، واعتقد انه دي اعتقد خطوة في حسابات، ومن يعني اعتقد من النقاط المهمه جدا لمجلس اداره الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي. اعتقد مستقبلا او قريبا ستكون هناك خطوه مهمه ومفاجاه كبيره جدا في السعي نحو انشاء ملعب كبير يضم النادي وكل فرقه الرياضيه، لانه الاهلي يجب ان يكون له ملعب خاص كبير بعد هذا العمر الكبير. صحيح. للاسف الانديه الكبيره في مصر تمتلك ملاعبها يعني، فاتمنى ان شاء الله تكون من الخطوات المهمه. واعتقد انه استادات مشروع مهم جدا وجه في وقته، وخطوه مهمه جدا هيكون لها دور كبير جدا ايجابيا في رياضه الاقاليم وخطواتها. فاعتقد ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وكل انديه مصر ان تحذو وتخطو مثل هذه الخطوات ان شاء الله. كل التوفيق لاداره مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا شايف بصراحه رغم الظروف الصعبه وكورونا والظروف الماليه، لكن بنتكلم دلوقتي في كمان نادي اهلي الاقصر، كنا بنتكلم لسه من شهور قليله على فرع التجمع الخامس للنادي الاهلي، بنتكلم على ثلاث فروع اخرى، فما شاء الله يعني انجازات على مستوى التطوير، على مستوى البنيه الاساسيه، في توسع في البنيه الاساسيه بشكل اكتر من رائع، بجانب طبعا البطولات، ومن البطولات دي حاجه ثانيه. بالظبط يعني انت يعني بتتكلم في نقطتين محتاجه مجهود ومحتاجه فلوس كتير جدا على التطوير الانشائي، وكمان فريق كره القدم والفرق الرياضيه. الكلام ده مش هياتي من الاهلي الا من خلال عمل الشراكات المختلفه. برافو عليك، صح، بيتم تنميه من خلالها الاستثمار، والكل يستفيد من ناحيه طالما تحقق الهدف المرجو. الاهلي على صعيد العمل، كمان على صعيد عمل فريق الكوره، اعتقد هيبقى في تطوير في المرحله الجايه بشكل مختلف بعد التجارب اللي شافها في كاس العالم. اعتقد من الحاجات اللي بيتم دراستها في الفتره الجايه، فانت عندك عمل كبير بتتم بيه
النشأ كمان عندك بتم توسيع القاعده بتاعته. انت لما تفتح افرع ليك في المحافظات انت بتسهل على الناس في المراكز قريبه، بتدي فرصه للناس تروح يعني تشوفها بدل ما بتكلفها نتيجه القاهره هنا، انت بتودي الناس وتوفر عليها امكانيات وقدرات وبتاع والكلام ده، بيخلي الناس تبقى ايه حب الاهلي لدى الجماهير الكره المصريه بشكل يعني الناس يمكن ما تلمسهوش، لكن لا في شعبيه جارفه وارتباط احنا لمسنا وشايفينها على كافه الاصعده. فاعتقد لما تروح انت للنشأ في مكانه غير لما هو يجي لك طبعاً في المسافات طبعاً في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. انا بقول لك الخطوات دي ستبعها خطوات وستبعها عمل كبير، طبعا جهد كبير من مجلس الاداره، واضح على مجلس الاداره حاله التركيز من كل المجلس الاداره اعتقد كله موجود، المدير التنفيذي للنادي الاهلي موجود هناك، يعني كل الناس قاعدين كمان مبسوطين عندهم فخر بالنادي الاهلي، ودي يمكن الكلمه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب في الاول خالص، على كل اهلاوي ان يفتخر بهذا الانجاز الكبير. فنتمنى التوفيق طبعا لادارتنا، ونتمنى التوفيق كمان لفرقتنا. نخش على فرقتنا كمان اللي يمكن مباراه نادي الاسماعيلي كنا كلنا بننتظرها، بنشوف ردود الافعال ايه، هل وكان الاهداف كانت ايه بالنسبه للموسيماني، الاهداف ايه لفرقتنا. واعتقد المباراه خرجت لبر الامان، يعني انت شفتها ازاي، ونتناقش في طبعا المكاسب بتاعه مباراه نادي الاسماعيلي، وازاي هذه المكاسب ان شاء الله تترجم ايجابيا لمباراه فيتا كلاب يوم الثلاثاء. على فكره ماتش الاسماعيلي كان مهم جدا انك تكسبه، لانه بيحافظ لك على جزئيه الثقه اللي يعني اهتزت شويه بعد التعادل يعني الظالم من وجهه نظري في مباراه اضاع فيها الاهلي اكثر من 10 اهداف محققين، يعني 10 اهداف رسميين غير 25 فرصه، والفرص الكتيره الضيعه دي اعتقد في ملموسه هذا الموسم. يعني الاهلي بيأدي شوط الاول بيضيع فرصه ويفتكر في الشوط الثاني اللعيبه انا اجيب هدف او اثنين لما المباراه يحصل فيها الظروف. مباراه الاسماعيلي كان الفوز يعني مطلوب فيها جدا، لان اي نتيجه اخرى كانت هتؤدي الى نتائج مش كويسه سلبيه على الفريق. الضغوط النفسيه دلوقتي كبيره جدا، في ارتباك، مباراه صعبه جدا مع فيتا في ملعبه، ولكن اللي انا اعرفه ومتابعه واعرفه كويس جدا انه الاهلي بيظهر معدن لاعبيه في المواقف الصعبه. اتمنى انه اللعيبه يكونوا حاضرين بقوه، تركيز شديد. فيتا فريق مش مرعب، فيتا اتغلب من سيمبا، فيتا في مباراه القاهره حتى لو كان سجل من اخطاء دفاعيه واضحه وعدم تمركز جيد وحاله سرحان اصابت بعض اللعيبه في اوقات، لكن تستطيع تحسم المباراه، تستطيع بعزيمه وباصرار بشغل من اللعيبه، اللعيبه هم الاساس، يعني المدير الفني ما ده اللي هكلمك عليه استاذ محمود. بالنسبه زي ما حضرتك قلت كان مهم جدا جدا ان النادي الاهلي يفوز بثلاث نقاط نادي الاسماعيلي. هنتكلم يمكن الاداء الشوط الاولاني كان بعيد تماما جداً. لكن الاهداف المباراه ايه؟ اهداف المباراه انك تحصد ثلاث نقاط عشان يبقى دي واحد عشان مشوار الدوري. انت مشوار عندك انت لسه واحد. عندك مباراه مؤجله نمره اثنين. الشكل المعنوي ثقه بالظبط، الثقه والثقه حط تحتيها كتير جدا، لان اي نتيجه غير الفوز كان في الاسماعيلي كان يترتب عليه اثار تانية انت عارفها كمدرب طبعا والناس تعرفها كويس جدا، لكن الفوز امتص وهدى واداك انك انت ماشي بشكل كويس على صعيد الدوري، وبطوله افريقيا بتحتاج مباراه مفصليه مهمه جدا، عليك على اللعيبه ان هم يدافعوا عن انفسهم وموسيماني معاهم. احنا بنبص مع حضرتك برضه استاذ محمود والساده المشاهدين على لقطات طبعا من مباراه الاسماعيلي. زي ما قلنا الشوط الاولاني عدى الاداء غير مقنع، وده اللي حضرتك بتتكلم عليه ان كان في توتر شويه، في ضغط، في ضغوط كبيره جدا جدا. لا بجانب ان الاسماعيلي كمان ظهر بشكل كويس بكل امانه الشوط الاولاني، يعني راح بكذا كوره، لكن يعني مش عاوز اقول مش بالخطوره، لكن في علامات يعني في علامات استفهام عن بعض اللاعبين، محتاجه اللعيبه نفسها تقف على نفسها، مش كمان ما تنتظرش من الجمهور يقول له، هو اللعيب اكيد مرآه نفسه وقادر على تقييمه، واكيد الجهاز الفني بيدي كل واحد ورقته بعد المباراه بيقول له اتفضل انت عملت ايه في الماتش، تقييمه طبعا في تقييمه واتفرج على الاداء، يعني ما اعرفش فيه ايه، يعني برضه يعني الشوط الاولاني بالذات بصراحه لا يعني حتى في مباراه فيتا ليه هدر الفرص، ليه حاله يعني عدم التركيز امام المرمى بالشكل، يعني
يعني عاوز اقول لك ايه، لابد يكون في جديه اكتر من كده، لابد يكون في كمان يعني حساب على الكلام ده بصوره بالجهاز الفني. اعتقد المسائل دي مش بتعدى عليه. مباراه فيتا مباراه الفرصه الواحد على فكره يا كابتن، صحيح مباراه صعبه جدا، ولن يقبل جمهور الاهلي اي مبررات بعد مباراه سيمبا التنزاني واللي حصل فيها. تقول المباراه اتلعبت العصر، اتلعبت الظهر، مفيش بقى الكلام ده، الظهر والحر والحاجات دي، جو الحر والكلام ده لم تعد الامور مقنعه. انا خلاص انت لاعب محترف، شغلتك وعملك وكل حياتك في الملعب، فلابد انك كنت تمتلك القدرات على تحمل هذه التبعات، وانك انت تعرف قيمه المكان اللي انت فيه، وانه الاهلي لديه طموحات كبيره جدا. ما ينفعش انه الاهلي يتعرض لمثل هذه المواقف. المباراه كانت مضمونه، لكن برضه من الدروس اذا اتكلمنا على درس مباراه سيمبا قبل كده، بنتكلم برضه على درس برضه في مباراه فيدا، انه اضاعه الفرص يتبعها اذا لم تستفيد، انتظر المفاجاه من من المنافس. طيب خلينا نتكلم على دايما بنحب ناخد الايجابيات، يعني اذا اتكلمنا الشوط الاولاني شوط سلبي بجميع النواحي على المستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، لكن نطلع الشوط الثاني ببعض الايجابيات. الايجابيات دي شايفها حضرتك ازاي؟ ايه الايجابيات غير طبعا الشكل المعنوي والثلاث نقاط داخل الملعب فنيا؟ شايف في ايجابيات حصلت؟ لما انت بقى بقيت جريء فزت بالظبط، لما بلعت باثنين مهاجمين حتى لو كنت بتلعب بواحد والتاني بيتحرك يمين وشمال، لكن انت عملت ايه؟ عملت نوع من الخلخله. ما هو يعني ايه؟ انت حتى لما بدلت محمد شريف نزلت صلاح محسن، ولما كان مروان موجود برضو عمل يعني بيكتئب. طالما اللاعب بيكتئب في الملعب انت بتطالب ما دام بيأدي اللي عليه ويشتغل وما بيقفش ما بيتفرجش كانه يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا، عنده عمل كبير بيحاول دايما، بيحاول مره واثنين وثلاثه هتيجي معاك. لا، الشوط الاولاني برضو. طب يعني نقول المكسب الاولاني تغيير خطه اللعب في الشوط الثاني وامتلاك الجراءه، يعني انت اتجرأت لما لعبت. طب يبقى في عمليه ريسك حصل، او موسيماني غير طريقه اللعب ل 4 4 2 بوجود راسين حربه، ده شيء ايجابي، وعنده ظرف استثنائي برضو. يعني انا برضو بس هقول لك طبعا بحيي برضو بيكهام طبعا بامانه شديده انه يلعب في المكان ده، وهو اصلا مش عدلته خالص واجتهد على قدر يعني لكن انا كان لي حاجه يا كابتن اتفضل. يعني المفروض الاهلي عنده في قطاع الناشئين، المفروض عنده من المباريات اللي زي دي. ممكن هتقول لي ده مباراه الاسماعيلي وصعب، لكن انت بيبقى عندك انت بتوصل بتقدم الناشئ بتاعك بتقدمه فين؟ في المباريات اللي زي دي. ممكن طبعا المباريات الكبيره ممكن، يعني انت اتولدت في مباراه، انت اتولدت في مباراه سوا، اتولدت في مباراه كبيره صحيح، والناس شافتك وقال لك ده 18 سنه، ايه ده؟ ازاي ده احنا عندنا ما تدي يا عم؟ يعني لازم فين اللي تحت برضه وممكن يتسند عليه، ما اللي في الملعب بيبقى ساندين ومحوطين عليه وبيساعدوه برضه. لما يكون اللاعب بيلعب بعدلته غير لما بيلعب طبعا حاجه هو مش متعود عليها. يعني برضه بيكهام بذل جهد كبير في حدود الامكانيات، صحيح يشكر عليه صحيح. لكن انت، انا كان وجهه نظري، انت في قطاع الناشئين عندك لاعب واثنين بتبقى موجودين معاك في التدريبات، ودول انت مش جايبهم بتمرنهم بس، لا لو حصل اي ظرف بتدي فرصه لاي واحد منهم. انا اتفق معاك، لان ممكن وارد جدا كنا يعني، لكن الموقف كان صعب، لان صعب. انا واخد بالي ان الموقف حتى محمود الموقف وحيد صعب. طبعا طبعا طبعا، وموسيماني خايف على ايمن اشرف من الاجهاد، وبالتالي طبعا لا يفضل ان نريحه، وده شيء ايجابي جدا. لكن كمان على المستوى زي ما حضرتك اتكلمت الايجابيات، ان صلاح محسن نزل، ودايما انا بقول صلاح، ويمكن مستر اجيري كان بيقول لصلاح محسن نفس الكلام، صلاح من اللعيبه اللي مش محتاجه فرص كتير، يعني لو جات له فرصتين ثلاثه ممكن يسجل، وده اللي شفناه. يمكن مباراه امبارح نزل وسجل من هدف حلو ومن زاويه صعبه، فده كمان اعتقد على المكسب معنوي ان احنا عندنا حتى لو ما بداش يبقى عندنا ورقه رابحه ممكن تنزل تغير مجرى المباراه. يعني لا طب لا بص، انت يعني في عندك الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها يا كابتن، ثبات الجزئيه اللي قدام، ناس حافظين بعض، يعني دي برضو مطلوبه. يعني انت يعني امبارح في الماتش المخرج كل شويه يجيب الصوره على مين؟ على بواليا وقاعد. طب يعني انت يعني مع كامل احترام ده بيه، يعني المدير الفني هينزله يعني مثلا، ولا ايه هو المطلوب؟ ما اللي في الملعب بيدي اللي عليه. هو كل ما تيجي لقطه لشريف يرجع على بواليا. يعني هو بواليا بيتعرض، يعني هو بيمر بفتره صعبه جدا مر بيها اي لاعب، اكتر من لاعب بمر بالكلام ده يا جماعه. بتيجي وقت بتمر بيك فتره، لو انت لاعب، لو انت في شغلك، لو انت في اي مكان ممكن تيجي فتره التوفيق يبقى بعيد عنك شويه. لكن
ما بيبقاش عليك على طول، لكن في اجتهاد وفي عمل وفي شغل بالتمرين والاصرار ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى في، وده ينطبق على مروان. يعني مروان مر اعتقد برضو مروان المباراه اللي فاتت مباراه فيتا نزل وهدف، والمباراه اللي فاتت مباراه نادي الاسماعيلي عمل اسيست اكتر من رائع، فكمان ده منحنى جيد جدا لمروان، وبالتالي كمان في ثقه ان مروان دخل في صوره افضل، ان صلاح محسن بعد غياب بينزل وبيهدف بشكل جميل، فده كل ده بيدي كل ده روح معنويه عاليه وثقه في لاعبتنا ان احنا ان شاء الله ده بقى يترجم ان شاء الله في مباراه بيتا كلوب. الاهلي انا زي ما قلت لكم المباريات الكبيره المباريات اللي هي فاصله دايما بيظهر فيه قدرات معنا، بس اهم حاجه حاله التركيز، وانه المباريات اللي زي دي ما يبقاش فيها الا فرصه واحده، فرصه وفرصتين. طبعا التوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا، لكن انت الاخلاص والشغل والتركيز في الملعب، فيتا مش مرعب وفيتا يعني يتغلب على ملعبه وتستطيع انك انت تقدم، وشفت حجم الفرص اللي اتعملت كانت كتير جدا، تستطيع هناك بعد التخلي لن يقبل. انا بقول اهو مفيش حاجه مفيش، لانه اي نتيجه غير الفوز او التعادل يعني هيبقى في مشكله. حاجي لحضرتك في سيناريو السيناريوهات او كذا سيناريو يمر بيه النادي الاهلي ان شاء الله للوصول او لا قدر الله للبعد عن البطوله الافريقيه، لكن مباراه الاسماعيلي كانت مهمه في مشوار الدوري، خدنا 3 نقاط مهمه جدا. بنتكلم كمان على اصابات كتير، يعني خلينا نتكلم طبعاً. خاصه على علي معلول، ويمكن النهارده كابتن سيد حتى وليد سليمان، وليد سليمان بقى له فتره طويله جدا كبيره جدا بس علي معلول يعني عنصر اساسي طبعا مش عايز الكلام طبعا، فدي برضو عودته مهمه جدا في التمرين. يوم السبت هيبدا تمرين ان شاء طبعا الله. طبعا لا المباراه محتاجه تحضيره. انا يعني طبعا هو الجهاز الفني هو صاحب القرار، كنت اتمنى ان الاهلي يسافر مبكر على الكونغو يعني هم جوا لك من السودان على هنا، ما رضوش يرجعوا بلدهم، قعدوا معسكرين هنا خلاص، واجتهدوا واشتغلوا ويعني التوفيق حالفهم في ضربه الجزاء الظالمه اللي اتحسبت خلاص، لكن انا بقول لك انك انت هناك محتاج من هنا، مش عاوز اقول ما اعرفش يعني هل هو معسكر مغلق، هل هو تجهيز اكتر، هل هو شغل كبير جدا ودرس الفرقه مره واثنين، او اكيد طبعا بيتفرجوا على طبعا ما بيتفرجوش على ماتش واحد يعني طبعا لا يعني محتاجين تركيز اكتر من كده ومحتاجين عمل اكتر من كده. الصوره اللي شايفينها البدري بنون اعتقد من نجوم المباراه، تعال نختار كده 3-4 نجوم، انت شفت مين افضل اللعيبه في مباراه الاهلي والاسماعيلي؟ انا اخترت واحد منهم بدر بنون نمره 1، لان رغم يمكن يعني الضغوط الكبيره والمجهود الكبير اللي بيقوم بيه، لكن لسه بيتسم بالهدوء، بيتزن بالباص الصح، بيتزن بالبوزيشن الصح، فانا شايف واحد من النجوم كان بدر بنون. حضرتك ومين؟ اديو ديانج. ديانج يعني ديانج لو خد المباريات بكتير هيرجع، لانه كان عنده بدايه يعني اقوى من كده، لو احنا رجعنا محتاج يبقى في الملعب اكتر، محتاج يكون في الملعب اكتر، محتاج انك انت تزود يعني ايه، محتاج انه يزيد اكتر، محتاج في حاجات يعني كانت بتعملها الفرقه انا شايفها اختفت، يعني التسديد والشغل الكرات الثابته كانت بتتعمل فترات كده فيها شغل، يعني انت عندك ايه في الشوط الثاني فرقه ثانيه نزلت غير الفرقه اللي كانت في الشوط الاولاني مباراه الاسماعيلي طبعا ده حقيقي. الناس كلها قاعده بتتفرج على الماتش مش مصدقه، يعني في حاجات بتحصل على ما يبدو، في ضغوط كبيره جدا وعدم تركيز وخوف، لا دي لعيبه كبيره، لعيبه ما ينفعش الكلام ده، يعني ما ينفعش باص يخرج من لعيب مره واثنين وثلاثه بصوره خاطئه وعدم تحرك، دي برضو من الحاجات اعتقد اللي اختفت كانه مثلا بين الشوطين موسيماني ظبط السيستم، فالفرقه افتكرت كل نسي كل اللي حصل، لكن انت اللعيبه عندها قدرات تستطيع انها تقدم كره احلى واجمل من كده. فعاوز اقول لك انه المباراه مختلفه انت اخترت العنصر الهادي في الفرقه اللي هو الدماغ يعني بدر طبعا على مستوى الهجوم انت شايف مستوى الهجوم مين؟ لا انا شايف يعني مروان لما نزل مروان كان جاي جدا طبعا، محمد شريف هايل، محمد شريف بقول لك الحته دي بتاعتي خلاص، يعني انت بص على ضربه الجزاء الحته بتاعه، شوف راح ازاي وعمل ايه، عمل اكتر من محمد شريف حتى لو ما سجلش وهو بيشكل ازعاج كبير جدا، ده حقيقي ويستطيع انه بيخترق في كرات لا تتوقعها ابدا صحيح.
دفعه معنويه لصلاح محسن. مروان كمان عمل جهد كبير جدا، وانا اعتقد انه هيسترد كتير من مستواه في الفتره اللي جايه. دي مرحله بتبقى مرحله انتقاليه. مباراه فيتا محتاج عمل نخش على مباراة فيتا. عاوز عمل كبير يعني الناس متخوفة. خلينا نتكلم بكل أمانة، في قلق شوية من جماهير النادي الأهلي إن المباراة النتيجة تخرج على المستوى على مستوى التعادل لا قدر الله يحصل حاجة. خلينا نحط سيناريو كده مع حضرتك، يعني فرص النادي الأهلي إن شاء الله في الفوز هناك، وأعتقد الفوز بيبقى خطوة كبيرة. الفوز أولا، الفوز هو الحل. الفوز هو الحل. الفوز حلوة. حلوة الجملة دي. الفوز هو الحل. صحيح. طيب التعادل، انت تعادلت هنا 2-2، طب تعادلت 0-0، وتعادلت 1-1 مثلا. لا ما هي مشكلة انك تعادلت 2-2 دي كمان مشكلة، اللي انت عارف لو تعادلت 0-0 ورحت تعادلت 1-1 ورجعوا للمواجهات المباشرة. بالظبط. طيب انت بعد ماتش فيتا طالع على المريخ. بالظبط. هذه مباراة صعبة، هتشوف المريخ فرقة تانية خالص. مظبوط تمام. صح. فانت هنا في فيتا لازم تاكل فيتا. في فيتا لازم تاكل فيتا. لازم صح. تاكل فيتا. يعني ان شاء الله باذن الله. ما انا بقول لك باذن الله يعني لازم تاكل فيتا. طب هو فيتا صعب انه يعني لا ده عاوزه تحضير وعاوزه شغل وعاوزه تبقى انت عارف الفرقه ودارسها. ثانيا من ابرز مميزات الاهلي على مدار يعني فرقه المختلفة عنده ميزة أنا شايف الأهلي مفتقدها يا كابتن. الضغط على حمل الكورة، استخلاص الكورة بيسيب وقت كبير جدا، يعني أنت لو شفت الكورة بتاعت ضربة جزاء ورجعتها بتاعت فيتا، شوف اللاعب مشي من فين لغاية فين. دي كلها دروس مستفادة طبعا فين؟ أكيد، ما هو لازم الضغط من بره. لما رحت له أنت ما لمستوش، أنت رحت له بس يا دوب عملت كده، هو عمل هو راسم حتى ما لمسوش، هو راسم بس هو وصل لنقطة صعبة والحكم بلعه بنى على بنى اللعبه بلعها. الضغط مفيش ضغط، وده اللي تم اكتشافه فين؟ في ماتش ايه؟ سيمبا. كتير جدا في حاله خوف غريبه مش يعني مبرره، يعني ازاي اسيب لاعب يقدم من واحد واثنين وثلاثه واتفرج عليه ما اعرفش اخد منه الكوره. دي حاجات اعتقد في حسابات، يعني اذكر في حسابات دي دروس سمان. مش حسابات دي دروس كمان للموسيماني، ان هو في وقت من الاوقات خلي بالك كمان هو كان فات المواد بيجذب كتير جدا، فلعب عمرو السوليه لوحده ونزل اربع مهاجمين في الدقيقه اللي وصلنا فيها الاثنين واحد. فده درس مستفاد، ان حتى وانت كسبان 2-1 لا انت لازم نقفل كويس، نزل كمان واحد ديفندر يبقى الاثنين واقفين، او نزل كمان واحد ثالث ديفندر مش مشكله خالص. المباراه اللي فاتت نزل رامي ربيعه علشان شايف ان الامور راحه، لازم نمتلك نص الملعب. فاعتقد كل دي دروس مستفاده، وده يترجم بقى مباراة فيتا اللي يمكن. انا بقول لك اهو، شوف الجول الاولاني بتاع فيتا مشي من فين؟ نفس لعبه يا كابتن، نفس لعبه ضربه الجزاء، جالك من الطرف وعدى، واللي عدى منه كانه بيتفرج سابه، يعني ما كان من احترامي يعني. الحاجات دي مش يعني الحاجات دي طبعا الحاجات خلاص انت وصلت المباراه، يعني مباراه انا في رايي مباراه كؤوس، يعني انت رايح كل يعني المفروض حتى ما تفكرش في التعادل، لازم نازل المباراه وبتركز على المباراه انك تكسب هذه المباراه. تكسبها ازاي؟ لا تكسبها بقى بالمجهود بالعرق بالجري، المفروض تكسب هذه المباراه. تكسبها ازاي؟ علشان ما نحطش نفسنا في حسبه بيرما. اي انا بقول لك اهو، اي حاجه ثانيه هتحطك على المحك، وهتقول مش بايدي ده بايد عمرو. عمرو هو اللي هيخلص المساله. طب عمرو ما خلصش المساله، طب انت تروح فين؟ لان احسبها، لانه 2-2 عملت لك مشكله. طب يعني عارف لو نتيجه مثلا اي حاجه، يعني مثلا 0-0 او 1-1، لكن كل ما تدي فرصه انت الخوف انك تصل لمرحله المواجهات المباشره. فانا بقول لك اهو، لا بديل عن الفوز. الفوز ده مستحيل. لا مش طب صعب. صعب، بس عاوز عمل، عاوز شغل، عاوز اجتهاد، عاوز تلافي الاخطاء. تقدر تعمل؟ تقدر. فرقه مش مرعبه؟ لا مش مرعبه. على ملعبها كويس انه ما فيش جمهور. هتقول الشمس ايه؟ شمس وضله والكلام ده؟ لا يا جماعه لا. اعتقد انه موسيماني مطالب كمان يبرهن على قدراته في التحديات الكبيره، وانه يعرف يعمل ايه هناك وياخد المباراه ازاي. ويسيطر، وازاي يخلي فيتا ما يدخلش الملعب.
ما يخشش المباراة يعني قصدي بالظبط المباراة ما يخشش يعني ما يخلوش لو سجل فيه خلاص هتبقى مشكلة. طب ما دي النقطة اللي بنتكلم عليها، هو دلوقتي موسيماني مطالب انه يكسب وبالتالي مطالب بحالة هجومية وبالتالي انك يجي في الجول ده هتسبب لك مشكلة، فعملية البالانس دي تتحط من خلال التشكيل في الأول. هل التشكيل علشان نعمل بالانس ونأمن شوية نلعب بثلاثة في نص الملعب ويبقى بلاش حكايه 3 ونص ما انا باخد رايك انا بلاش ماشي يعني بلاش. انا بتكلم بلغه شويه ان احنا لازم عايزين نكسب بس يعني ما يجيش فينا جون الاول. طيب نحقق ده ازاي؟ بنفس طريقه اللعب بنفس الافراد ولا شايف انه ممكن يكون في تغييرات معينه في بوزيشن او في طريقه لعب؟ يعني انت خلاص هنا رجع لك تدعيم كويس، علي معلول عودته كويسه جدا، هو علي هيتمرن بس يعني ما اعتقدش هيبدا يعني هتلعب ايمن اشرف يرجع تاني مكانه، ايمن اشرف وياسر ابراهيم يرجع في مكانه خلاص ماشي. دي ما فيش مشكله نص الملعب، لا اتنين في نص الملعب تمام. هو حمدي كان كابتن. بص يا كابتن، اذا ما كانش عندك الشجاعه هتخسر. الشجاعه مطلوبه لكن انت كمان لازم الشجاعه. طب اسالك سؤال لحضرتك، انت راجل يعني كنت محترف في من اكثر الدوريات التزاما، الكرة لما بتتقطع من اللاعب بيبقى اتفرج ورا انا قاعد ولا بيبقى؟ لا طبعا مصح. وفي حاجه دلوقتي اسمها انا دفاع وانت هجوم ولا كله 11 بيدافعوا ويهاجموا؟ لا انا بتفق معاك ان بس كان عندنا مشكله في مباراه هنا فيتا جات لنا ديت ان احنا عايزين نكسب، بنهاجم ونضيع فرص ويعني تتقطع الكوره الارتداد بيبقى ضعيف ففي مساحات، فازاي ديت مين مسؤول عن الارتداد؟ المسؤول عن ارتداد اللعيبه يعني لكن في اداره فنيه كمان بتقول لا يعني واحنا بنهاجم يا جماعه لازم يكون في تامين للحته ديت لان احنا شفنا عندهم سرعات، وبالتالي الفرقه اللي عندها سرعات بتعتمد بشكل او باخر حتى لو هم بيدافعوا انه يطير الكره الواحد سريع ياخدها ويجري. حلو كده. وهم بيلعبوا على ترتان كمان. طبعا خلي بالك بيلعبوا يعتمدوا على انه بيجي لك من الاطراف بالظبط، ما بيخترقش على فكره، ما بيخترقش من العمق، شغل هو بيلعب على اطراف أكثر. بيلعب على اطراف وهم شطار في الجزئيه دي. صحيح. خلاص يبقى انت عرفت خصمك ومنافسك كويس جدا ومحتاج انك انت تلعب على اخطائه، فما تخليهوش يدخل المباراه. صحيح. ويسجل فيك، لانك في الحاله دي انت في الحاله دي هتبقى النتيجه صعبه عليك. طبعا خلاص، لان هو خلاص انت بتديله فرصه الامل ان هو يصعد فهيقاتل، فانت لابد انك انت تباغت وتدخل المباراه انت مبكرا باحرازك هدف. صحيح. اخذت زمام المبادئ واحرزت هدف، انت قلبت الطاوله عليه في ملعبه، هو يتوتر هتبقى عندك فرصه في المساحات وفي عندك فرصه بسيناريوهاتك البديله وعندك لازم اللعيبه يتحضروا كويس جدا. صحيح. لازم اللعيبه يعرفوا انه دي مباراه مفصليه في مشوار الفريق في بطوله افريقيا، هيكمل يبقى على المحك فيها. لا ان شاء الله ان شاء الله نكمل باذن الله. الاهلي والتجارب واللي حصل والمواقف، وخده من مباراه الوداد ما كانش حد يتوقع الاداء اللي ظهر فيه الفريق وصوله للمباراه النهائيه. اعتقد انه يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في كمان تجهيز، حتى لو الملعب كان ترتان لازم يبقى في تدريب على الترتان، هيروح ان شاء الله يتمرنوا تمرينتين هناك على الملعب وثلاثه كمان عشان كده انا بقول لك ايه، كان نفسي انك انت خلصت الماتش امبارح، انك انت ركبت طيارتك ومشيت النهارده وصلت بكره، معاك 3-4 ايام هناك بقى. خد ايه؟ عاوز اقول لك ايه؟ خد عيش الاجواء خلاص ما عادتش. وزي ما انت قلت يا استاذ محمود، هو دايما النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لما بتتحط في مواقف صعبه اكيد المعدن القوي للنادي الاهلي وده اللي اتربينا عليه، الصلابه. الصلابه لازم تظهر. لو ما ظهرتش يبقى خلاص، لا ان شاء الله في حاجه غلط. لا ان شاء الله. انا عاوز اقول لك لازم تبين طينه البطل، طينه البطل من كتر الضغط عليها بيظهر معدنها الاصيل، فانها بتبرز قدرات يعني لعيبه بيأدوا وبيخرجوا كل اللي جواه، فهو ده الفريق البطل فعلا يستحق انه يكون في المكان ده. صحيح. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، يعني فقره مميزه كالعاده، نورتنا وشرفتنا. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا الاولى، وبعد الفاصل هنستقبل نجم كبير، النجم رمزي صالح بعد الفاصل.